قادش هي أشهر معركة حربية في تاريخ العالم القديم، نشبت بين المملكة المصرية ودولة الحيسيين في ذلك الوقت، ودولة الحيسيين تقع في آسيا الصغرى لتشمل كذلك شمال بلاد الشام ومنطقة الأناضول. وكان السبب الرئيسي لهذه المعركة هو رغبة الحيسيين في وجود موطئ قدم لهم في بلاد الشرق في تلك الفترة، ومحاولتهم الحثيثة للقضاء على الإمبراطورية المصرية العظيمة، خاصة وأن الملك المصري رمسيس الثاني كان لم يكن قد مر على حكمه للبلاد أكثر من 5 سنوات. ولذلك وقعت هذه المعركة في العام 5 من حكم الملك رمسيس الثاني حوالي 1274 قبل الميلاد. وكانت رحى هذه المعركة تدور في معركة في بلدة قادش أو مدينة قادش، وهي مدينة وبلدة تقع على الضفة الغربية لنهر العاصي. ودارت رحى هذه المعركة على هذه الأرض وهذه المدينة، وكانت معركة طاحنة بكل المقاييس، وانتهت حسب الوثائق المصرية والتي تم تسجيلها في داخل الأراضي المصرية بانتصار ساحق للجيش المصري